بالحياة في مهن يعني متعددة. هلا باع في الأف ما بصير يكون واحد نزق أو متبرج، لازم الابتسامة مشان الزبائن، يعني بضاعته هو الابتسامة والمعاملة والمجاملة إضافة إلى جودة المنتج. الإبداع ما هو هيك، الإبداع هو عكس هذا الشيء. يعني إذا ما في حالة التمرد وما في حالة النزق وما في حالة الذاتية، ما في حالة إنك تعبر عن أشياء، تطرح أسئلة كبرى مثل أفلاطون وسقراط، الأسئلة الفلسفية الضخمة، ما بيزبط هذا المشروع. يعني هو على يعني على شيء مختلف، المادة تبعه مختلفة. يعني المادة الصالية مختلفة عن مادة بياع الفلافل أو صاحب المطعم أو الإعلامي أو إلى آخره، قصدي المادة مختلفة. فأنا مضطر أتكلم بهاي اللغة يعني، فأنا مضطر إني أعبر عن رأيي بهاي الطريقة. يعني لا تصور إنه واحد يكون عنده نزق بالفلافل، كل يوم بدي يسوي له يعني نموذج بالفلافل، بحط له لبن زيادة، بشيل البصل، بحط بطاطس، بحط له طماطم، بس هو سيستم دستور بيمشي فيه على مدار 2000 عام، ورثة أبا من جد لأبن لولد. نحن ما في هيك، نحن أمام دائما أمام مشاكسة، أمام هذا الواقع وأمام التمرد. ما بيجوز أنا أكون أخرس، لا يجوز إني أنا أقدم منطقة رعاعية أمام هذا المجتمع. يعني عملي لا يسمح بهذا الشيء. يعني عملي أنا كسبهان أدنى كرسام، في رسامين آخرين بيحكوا بطريقة رعاعية أو يقلبوها بغالب الثقافة والوعي والتمنطق والتاريخ. أنا ما في هذا، كل التاريخ لا يعني شيء، تاريخ الفن كله من مبتدئ لنهاية لا يعني شيء، لا بنقاده ولا بصلاته ولا بمتاحه ولا أي شيء آخر. وأنا بشكر إنه في عالم يوتيوب يعني أتاح لنا نوثق اللحظات الجميلة نحكي فيها. لو يعني كان مشروعنا ظهر بالستينيات أو السبعينيات من القرن الفائت، لو ما اختفينا يعني من دون أن نظهر شيئا يعني. فأنا سعيد إني أتكلم بهذه الطريقة.